ضحكة بريئة وشفايف الإنسانية حرام. يعني إيه الكتعة تيجي قبل العين؟ إيه التهريج ده؟ يا عبقرين الزفت. يا معلمة ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلمة يا كتعة يا معلمة؟ اتأخرت ليه يا؟ وأنا جاي محاضرة. إيه اللي اتأخرت ليه؟ أنت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد هتقعدي تعملي كده؟ ولا ايه يا معلمه؟ فين اراد البودره يا بودره؟ ايه ما انت خدتيها يا معلمه، انت بتنسي. اه صح. طب بص، خد كيس البودره ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمه لباني؟ ما انا مش عارف. افلاك. حاضر. ما انا عارفه، اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمه. فين بيليا ولوزه؟ بيليا ولوزه هنا يا معلمه. بيليا يا لوزه، يا بيليا يا لوزه، هم معلمه. بستكي 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 ناو شوكولاته جيرسي واكل الجو. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. ايه ده، انا نسيت البس الباروكه. ازيك يا معلمة؟ يعني ايه المشكلة في الباروكة وده ما فيهوش مشكلة؟ معلش، هو الشكل مقرف أصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على أساس إن بنت. يلا يا لوزة يا لوزة، ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودرة دي في وشه. ايه ده؟ ممكن يبقى أي كلام. ازيك يا معلمة؟ بقول لك ايه يا بيليا؟ ايه؟ خدي كيس البودرة ده. لا أنا حلوة طبيعي، ما بحطش بودرة. ما تضايقونيش. يا معيمة كتعة يا معيمة كتعة، أنا عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي. تعملي بيه إيه؟ عندي تسيخات والله مسيخة يا ولية. البت دي تبقى معاكي وأنت بتوزعي كيس البودرة ده. حاضر حاضر. عشان ما تضايقش. حاضر يا أبلة كتعة. سلام يا كتعة. بس تعالي نضحك هنا، عارفة ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمة، نفسي أسلم عليها. إيه ده، ماما كريمة اللي بتطلع في التلفزيون؟ أيوة. إيه ده، ماما كريمة جايب العيبية أهي. أهلا يا ماما كريمة. عربية، ركزي عربية. ايه ده، دي ركبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة، ماما كريمة. ايه ده، انت يا متخلفة. هو اللي ركبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا حاسبي يا بت، وانا ماشية يا بت. وانت كده ماشية؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده، اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي، لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبع الكلبة. ايه ده يا بت، انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. اه غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب؟ ايوه. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بت. انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بت. دي عبيطة، اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راس انت، مالناش دعوة بيكي، مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا ولية في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة، ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص خلاص. يلا يلا، انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي يلا. وديني وديني لعمو عمرو. يلا نروح لعمرو يا بت. يلا نروح لعمرو. يلا يا عم عام، يا عم عام، خبطي خبطي على الباب. ماما كريمة وحشتيني يا سفلة. وحشتيني قد يا عم. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ مش بتسأل عليا ليه الجيم واخدك مننا ليه؟ معلش بس بعمل الفورمة وراجعلك. طب ايه يا عمري في ايه؟ ايه الاشكال اللي انت جايباها هنا الاستوديو دي؟ ما تركزش في الاشكال، ركز معانا، جايلك بنفسي. ايه وليه يا مالك؟ ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ مش قدام الاطفال. انا متروشه ولابسه حلو وجايه. هو انت كده متروشه؟ ده انا ما رضيتش اعمل ميك اب عشان ما تتزولش فيا. اسكت. مين دول؟ ايه الاشكال دي؟ دي بيليا، ودي اللي جايه كده معاها. مين بيليا دي؟ مالها يعني؟ دي يا عمرو موهبه بجد. سكرة موهبة والله العظيم، صوتها ايه. تعالي يا بنت انت هنا تعالي. متأكدين ده عمرو دياب ولا علي الكسار ده؟ يعني إيه هي دي مديحة كامل؟ ما هو ده سعيد الهوى قدام.
طب ايه ده بقى بدل ما اديك اتنين امبالي في الشكمان ورا طياره؟ خلاص ايه ايه دي كده على نفسي. ايه دي انت بطلي سفاهه. ايه دي انت مالكيش دعوه اصلا، المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم. انا جايبينك عشان صاحبتنا بس يا مام. بس ايه ده يا مام؟ ايه حرف العين ده؟ ابنك عبد الله؟ لا دي عين عضلات. وادي به بنجات. حضرتك متسارح حته تانيه في جسمك. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا قله الادب، انت لسه طفله صغيره. خلاص يا عم عم. ايه بتعرفي تتنقلي تغني؟ اه بيقولوا. طب سمعي لي حاجه. اسمعك حاجه قديم ولا جديد؟ اي حاجه بتحبيها. حاجه لحضرتك. ما تخلصي. انا طفله المفروض تعملي. طفله ايه؟ ردي على طول خلصي. يدو ايه الباب. حلو صوتك حلو. عم عمي موهبة شابة هي هي والله العظيم. ساعة الفوياء ما تلومش حد على اللي باع. بس بس ليها لازمة في الفيلم دي؟ دي كلبة ولا ليها لازمة في أي حاجة. بس خلاص خد فيلم بودرة. خد أنت العود ده وروح العبه في الاستوديو أولا ما أقعد ماما كريمة شوية. تعال يا تعال يا لوزة، تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره. يلا 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 يلا. يلا. يا ماما كريمة مالك؟ في إيه يا عمري مالك أنت اللي مالك يا عمري. ده ايه ده بقى ده؟ ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ جيالك وفي ايه؟ غطي القرف ده! ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عم. انت بس اللي بعمل معاه الحركات دي والله. انت بحبك يا عم. بتحبيني ايه؟ انا عمرو دياب يا ماما. يا عم داير داير على البت الصغيرة. عجبك قوي الصغيرة. عجباني ايه يا هبلة؟ كبيرة حلوة. غطي القرف ده! جري ورا الطفلة وسايب العنتيل. معرفش انا يا حبيبي ايه، انا حبيت الزلطة وحبيت الصخرة، نفسي احب الهضبة. احترمي نفسك يا سفلة، ما نشوف البنت الصغيرة. ايه ده؟ دي سرقت العود بتاعه وجريت. البنت الصغيرة ايه؟ دي تلات حرامية. ما انا جايبها من اشارة. هو انا جايبها منين؟ يعني ايه؟ يعني مش جايبها لك يعني من مدرسة، جايبها لك من إشارة. ماليش دعوة، أنا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالة بالية. عندي فكرة يا عم. ايه؟ بس أنت بس خليك معايا أنا كده. ايه خليك معايا أنا. ابعدي. خليك معايا أنا، هنفعك أكتر من البيت. عايزة ايه؟ أنا أحلى منها، ما تركزش معايا، دي سمرة شبه. احترمي نفسك، أنا عايز البيت تيجي دلوقتي. بص يا عم، عندي فكرة جهنمية. ايه هي؟ أنا بعمل برنامج اسمه ماما كريمة. بتعشقه البت الصغيره دي، بتعشقه موت. تمام. هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنيه تشرح فيها. ها تقول عودي يا بيليا. فاهم؟ تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع. تمام تمام. عارف الفيلم؟ عارف عارف الفيلم. اقعد اقعد اقعد. الله يخرب بيتك، اتفضلي ده برنامج. انا بس عايزك تركز معايا. ترمي نفسك، احنا على الهوا. يلا قبل كاتعة تشغل لنا التلفزيون نتفرج على برنامج ماما كريم. ماشي يلا 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 يلا. ودلوقتي معانا ومعاكم في برنامج ماما كريمة الموهبة الجديدة عمرو دياب. ايه؟ موهبة ده عبيطه. موهبة جديدة ايه؟ امال انت ايه؟ الفنان العظيم عمرو دياب الجميل اللي النهارده هيبدع معانا في الحلقة وهيغني لنا اغنية تعود يا بيليا عشان بيليا تفهم وترجع. ايه ده هتكشف فينا؟ اسكتي خلاص. يلا يا عم. كان يا مكان كان يا مكان كان كان يا مكان كان كان يا مكان. بنتي مفيش كده اوحش منها. بنتي مفيش كده اوحش منها. راحت عند امنا الغوله غصب عنها غصب عنها. راحت بليا زي الهبله للجرفان والام الغوله بتاكلها ليل ونهار. عودي يا بليا. يلا يا بليا. عودي يا سفلة. يلا يا زفتة. عودي يا جزمة. يلا يا كلبة. يا بنت خلاص، فرح امك هو خلاص. ما فهمنا، مش فاهمة. عم عمي عمال يقول يلا عودي يا بليا. يلا نروح. يلا نروح له. ازيك يا عم عم؟ ساعة عمال اقول عود يا بليا عود يا بليا، انا عايز العود بتاعي. ايه ده؟ ده طلع عارفني مصلحة. ده طلع مش عايزنا عود وعايز العود. ايه ده؟ مبروك على الواد يا عم عامر. هو ده اللي انت عامل عليه؟ ايوه. يلا كان يا مكان كان كان يا مكان
عشان الجو تلج بو. اهدي يا ماما كريمه. يلا ادوق يا كده. ايه ده؟ خد يا عم. ايه؟ خلص اخلص. ايه؟ اخلص انت يا ماما كريمه. لا. افتكر انت يا ماما كريمه. انت ايه بتزعقي فينا وانت الغلطانه؟ عايزين ايه؟ الكلام عندك انت اقسم بالله. بلدنا اللي قلعتني مالكو خلاص. خلاص. يا عم بس افتكر. انا حاسه ان البنت دي بنتي بجد. لا يا رب ساعة بتفتكري حاسه انها تطلع بنتي يا رب والله طلعت بنتها دي مشيها بطال دي يا رب يا رب اطلع بنتها انا بموت في السفاله بس يا بنت التويه انتوا متربين عند مين عند الابله كتعه من وانتوا صغيرين اه احنا لسه صغيرين اه صح اه خلاص يبقى نروح لماما الكتعه وهي اللي هتقول لنا مين فيهم بنتك يلا يا عم احترمي نفسك يلا بينا يلا 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 يا عم يلا يلا يا ولد وارجع تاني واقول لك ايه قول يا كتعه شمندي اه شمندك ايه يا حبيبي ايه يا حاجه فين الايراد بتاع النهارده لا يا روحي مالكش عندي ايراد ماليش عندك ايراد ازاي زي السكر في الشاي يا قلبي انت مجنون يا بنت اللمضه اللي هبطت عليكي فجاه دي اه مالكش عندي ايراد الا بحاجه واحده بس ايه تتجوزني ايه القرف ده طب كلمني فهمني كلمني كلمني فهمني فهمني وحط امك بلاش الحاجات دي عشان بخاف دور على ميتك تسخن ميتي اللي تسخن لا انت فاكراني كده عادي لا انت اللي جبتي لنفسك يا كتعه تمام ولا مش تمام ابقى غير الله حجاره يا حبيبي خدي مزلكي بيها اسنانك كنت عامل حسابها كاتعة يا نهار اسود الكاتعة اتقتلت تعالى بسرعة اتقتلت صح؟ اتقتلت باين سمعت صوت ضرب النار؟ سمعت وسميت الريحة كمان اتقتلت صح؟ اه مقتولة بقى ايه ده لسه فيها الروح ايه؟ بقولك انت فيك الروح لسه؟ يا ترد عليك سيلي هنا بصي اعملي حاجة حلوة قبل ما تموتي قوليلي الفستان ده لما جابولك البت مخطوفة كانت انهي كلبة فيهم لابساها عشان هتطلع بنتي دي ولا دي تمام انطقي انطقي انت هترجعي في وشي القرف ده شاوري انا مش عايزك تتكلمي طالما في حاجة في الحنجرة مش مهمة شاوريلي بس قوليلي دي ولا دي ايوه ها ايه ايه ده؟ ايه ده؟ لا فوق مش عايزك تموت هتقتليها ما تموتيش دلوقتي ما تموتيش شاوري شاوري يا بنت ها؟ ايه نازله الجيزه ولا ايه؟ راح الجيزه؟ انهي واحده فيهم؟ عمرو دياب هو اللي بنتي؟ ممكن ماما ايه ده امال احنا اولاد مين في القصه دي احنا شكلنا اولاد مدحت شلبي وحشني يا عمرو يا بنتي والله يا عمرو يا بنتي وانت كمان يا مامي ربنا انا كنت اغلط معاك الحمد لله ربنا ستر غنينا حاجه حلوه بقى بمناسبه المناسبه دي شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا هي تفكر بحر الشوق ايه اللي بيحصل ده؟ شوقنا اكتر
ايه ده المعلم؟ جايبين نسوان عندنا في الوكر ولا ايه؟ اوعى يا دمي، اوعى اتفرجني. ايه السيكان دي؟ اتنين خله و... انت مين اوليا؟ انا ما بكشفش على رجاله. يعني ما بتكشفش من فوق وكشفه تحت؟ انت مين اوليا؟ رد عليا. انا مش انا. انت مين بدل ما اخش لك جوه الخيمه؟ هو ده اللي بتعلموهم الشحاته؟ والله كنا بنعلمهم بس هم اللي فاشلين. انتوا بتعلموهم العبط يا واضح ان انتوا مش نافعين معانا في الشحاته. انا اقول لكم حاجه، البيت ده بما ان احنا مش عارفين نهده، ها؟ ايوه. انت مش مركز ولا ايه؟ مركز بالمصحف. البيت ده بما اننا مش عارفين نهده، ايوه، يبقى نحوله للوكاندا. لوكاندا ازاي؟ ايوه لوكاندا يا عم. معناش فلوس. اتصرفوا. طب ايه، نستلف من اي حد من اصحابنا؟ اوكي ماشي. لا تستلفوا ايه؟ هتستلفوا من اي حد هيجي يشارككم ان هو في اللوكاندا؟ ما ينفعش. ما حكه جلدك الا ما حكه، ما حدش هيهرش لك يا انت اهرش بنفسك لنفسك يا عشان كده من نفسكم مع الرجاله بتوعنا نوضب البيت وننضف ونظبطه، ها؟ ويبقى لوكاندا كسر الدنيا. موافقين؟ موافقين. يلا بينا. يلا بينا. سمك لبن وتمر هندي، ملح رطب ويوسف فندي، الكل بيهرفض كلام والحل لو عاوزينه عندي. ايوه سمك لبن وتمر هندي، هوب 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 هوب، ملح رطب ويوسف فندي، يوسف فندي، الكل بيهرفض كلام وعاوزينه عندي. عاوزين حياة تغيروا؟ ايوه. اللي عاوز يغير يغير بنفسه، ما يستناش حد تاني يساعد. انا بقول لكم انا نفسي اكون راجل مشهور، عندي عمارات وفلل وقصور، واحسب في البنك بنزين في التانك، وبنات تعكسنا احلام الحور. انا نفسي اكون بطل روماني، اقتل وحوش في الثلاث ثواني، والناس تشوفني فاشق طبيعي تتهتل، ويعملوا لي مهرجانات اغاني. وانا نفسي اكون ملكة جمال، ويحبني رجالة جمال، ما يكونش في يا خد باله من عمليات التجميل.
هينور رجالة، هينور تسلم ايديكوا. ايوه هو كده الفل، الف 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 شكر. كده بقت لوكاندا زي الفل. ايوه معلم. مش فاضل غير ان احنا نجيب شويه زباين. دولك نجيبهم ازاي؟ محدش يسمع على اللوكاندا دي. اطلع هذا محطه القطر زي الفيلم بتاع لوكاندا المندره، لوكاندا المندره. ها وامسك جرس واقعد نادي وهات زباين. يعني اخطفهم من المحطه على هنا؟ اتصرف، هذا انا عايز الفندق ده يشغي زباين. ماشي يا معلم، ثواني ويشغي. وانتوا كل واحد فيكم هيشتغل شغلانه عندنا اهو في اللوكاندا. تشتغل ايه؟ انا هقف على الريسبشن. انا تقف فين؟ على الريسبشن. على الريسبشن؟ ايوه. دي حاجه معروفه؟ اول فندق على طول. يعني انت عارف الريسبشن؟ الريسبشن ده عارفك؟ ايوه طبعا. خلاص روح اقف عنده. انا على الريسبشن. حلو، وانت هذا تشتغل ايه؟ انا عامل كلاب الحراسه اللي في الفندق. كلاب الحراسة للطمع، ده ما كفاية كلب واحد. خلاص اعمل كلب الحراسة اللي في الفندق. شمشم اي حد داخل الفندق وعضه. حاضر يا معلم. وانت تعمل ايه؟ انا هربي الكلب ده. لا شغلانة سهلة، عندك شغلانة تانية بتفهم في ايه؟ انا بفهم في حسابات. حلو، يبقى انت هتمسك الحسابات بتاعت الفندق. ماشي يا معلم. يلا اتكلوا على كل واحد يروح مكان. وانت تشتغل يا بيت. انا هشتغل بتاع مشاز. بتاعت ايه؟ مشاز. مشاز ازاي؟ اجيب الزبون قدامي وارميه كده وافضل اقرص وايه واقرص وايه. انت شغاله عند فطاطري كده يا بيت؟ زبون اللي هتلفيه فوق بفرد له جسم. لا انت لو هتفردي جسم وسيبي جسم مفروك كده ومش بايدك كلها، بصبع واحد. ماشي يا معلم. عايزين نفطس الزباين. ماشي، انت تؤمر يا معلم. وانت هذا الشغل ايه؟ انا بقى ابقى مسؤول عن كل الاطفال اللي هتيجي الفندق. برضك اطفال؟ انت بتفهم في الشغل؟ بتفهم طبعا. اي زبون يجي معاه اطفال انت تقعد تلعب الاطفال على ما الزبون يقعد في الاوضه. اقعد العب مع العيال الصغيره. جدع يا. وانت؟ انا هقف بصفاره على البسين، اي عيل يفوت غلط افوت اجيبه على طول. هتشتغل اسمها غطاس بسين اطفال. حاضر يا معلم. غطاس بسين اطفال، اي عيل صغير يغرق تقوم واخده من رجليه وخبطه على وشه. ها بس ده مش وش. انت اكيد كنت عايل وضربت وفاه. يلا اتكى على الله. حاضر يا معلم. حلو كده، كل واحد عرف شغلته. انت تشتغل ايه؟ حسابات. حسابات. وانت تشتغل ايه؟ الريسبشن. وانت؟ اطفال. وين بسين؟ او حسابات. الريسبشن. اطفال. بسين. او ماشي خلاص. عارفين انا عايز عايز الفندق يشغل. ماشي يا معلم. يا جماعه يا جماعه، خطفت زبون من على المحطه. دخلوا دخلوا. يلا اتفضل يا معلم. السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ السلام عليكم. ايه ده، انت حاطط فيها منديل دي ولا ايه؟ فاضيه. ايه رايك في الفندق؟ هو ده هيلتون رمسيس. هو ده هيلتون وانا رمسيس. بس يا رب تلاقي اوضه فاضيه. للدرجه دي المكان ده مزدحم يعني؟ لا والله للدرجه دي انا كذاب. بس ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك. ريكس شمه يا ريكس. اثبت. ريحته وحشه قوي. ايه ده؟ ده قال لي ريحته وحشه. لا لا، قال ايه ده؟ كلب ما بيتكلمش. كلب ريحته وحشه قوي. أو أو أو. والله قال ريحته وحشه قوي. ده صوت ضميرك انت، حاسس ريحتك معفنه. ضميرك بيقولك استحمى. بس ايه يا استاذ اللي انت ما تجيش تقرفنا. خش بس على الريسبشن. خش يلا وانا اروح اجيب زبون تاني. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اسم حضرتك؟ معاك رامي ريسبشن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ انا كنت عايز اتفضل. اقعد. انا هفضل باصص لك كده ولا تفضل واقف لي؟ يا استاذ انا اتفضل يا فندم. اقعد. ايه يعني احنا ما تتفضل تقعد ونتكلم. ايه ما توقف ليش كده؟ ايه يا فندم؟ ما يسعش ان انت تكلمني وانت واقف. خلاص ما انا قعدت اهو. اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت عايز اعمل تشيك ان. ايه؟ عايز اعمل تشيك ان. بانيه ولا كريسبي؟ بانيه ولا عايز اعمل تشيك ان. ايوه ما انا سمعتها. ايوه تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي؟ لا تشيك ان عادي. لا ايوه. ايه اللي لا ايوه؟ ايوه بانيه يعني ولا كريسبي يعني؟ ما انا بسالك. وانا لا بانيه ولا كريسبي، عايز اعمل تشيك ان. ماشي ما انا عارف تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي؟ فراخ. مش عايز فراخ. فراخ ايه؟ عايز ايه؟ عايز ماجتس. عايز ماجتس يعني؟ ماجتس ايه؟ انت نجيب بصمات مطحون ونقلب الفرخه فيه. قلب
يا جماعة أنا عايز حد بيفهم. عايز حد بيفهم. حضرتك شكلك غريب بقى. أنا شكلي عايز غريب. أنت 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 كنت أنت اللي مش عارف إنجليش وأنا اللي مش عارف أتكلم. أنت مش عارف إنجليش. أنت مش عارف أنت بتقول إيه. عايز أعمل تشيك. كنت إيه؟ كنت لغة تانية؟ كنت لغة تانية في الثانوية؟ أنت ألماني ولا فرنش؟ ألماني ولا فرنش؟ أمال إيه؟ مش عارف إنجليش ليه يا حبيبي؟ أنا بقول لحضرتك ليه يا حبيبي مش عارف إنجليش؟ أنا مش عارف إنجليش. تشيكن مش عارف إنجليش ليه؟ أنا اللي مش عارف. زباين إيه اللي مش عارف إنجليش دي؟ إحنا فندق. أنا عايز حد فندق إنترناشونال فندق. إنترناشونال فندق يا حبيبي. لازم تبقى جاي عارف إنجليش كويس. أنت يا عم. أنت بتقول إيه؟ راجل غريب جدا لا عارف إنجليش ولا عارف هو بيقول إيه. ما يقولش إيه؟ أنت بتفهمش في الريسبشن حاجة. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ انت بتفهم في الريسبشن؟ انا بفهم في الريسبشن. طب تعال انا امسك مكانك. طب انت بتفهم في الحسابات؟ طبعا. طب تعال اقعد. يلا يا ريكس. الراجل ده غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن بطاقه حضرتك عشان نعمل تشيك ان؟ عادي يعني. ايوه عادي يا فندم. بطاقه؟ اتفضل. شكرا. ممكن حضرتك تسيب مبلغ في الحسابات وبعد كده نشوف هنعمل ايه؟ مفيش مشاكل ان شاء الله. مفيش مشاكل. طب فين الحسابات؟ الحسابات؟ أيوة. عند الكلب يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ معاك خالد حسابات. ازي حضرتك عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. تمام؟ تمام الحمد تمام لله. الحمد حضرتك لله. انا طب اتفضل اقعد يا ابني. وانا ايه يا ابني في ايه؟ عادي يا ابني. انا مش لسه معلمك الاصول هناك. انت منين يا ابني؟ من انهي منطقه ما فيهاش اصول انت؟ انا مش لسه معلمك. اتفضل تقعد لما تتكلم مع بني ادمين. ادينا قعدنا. اتفضل اقعد. قعدت دلوقتي. أيوه. قالوا لي اسيب فلوس في الحسابات. سيبها يا حبيبي. سيبها ما تقلقش. ما هو انا سيبها كام بقى؟ سيبها. ايوه ما انا هسيبها كام؟ 2 مليون جنيه. نعم. انا والله سايب الكلب عليه يا جماعه. بيقول لي 2 مليون جنيه. ما انا قلت حاجه غريبه. مش فلوس دي ولا انا قلت حاجه غريبه؟ 2 مليون جنيه في اوضه ليه؟ ليه الله بس عارف. ثانيه واحده انت عايز ايه؟ انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له 2 مليون جنيه. معترض ليه 2 مليون جنيه ليه؟ عشان نفتح النهارده ونكسب ونقفل في نفس اليوم. هو يوم واحد الفندق ما يطولش. احنا فاتحين عربيه فول. يلا يا ابني يلا يلا. انت مش فاهم. يلا ركس. خليك انت كده ولا انت فاهم حاجه. امسك انت الاطفال مكاني وانا همسك الحسابات. يا جماعه الراجل ده راجل غريب قوي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. احنا اسفين والله. احنا اسفين. عايز اعمل دلوقتي. عايز ادفع فلوس. تمام. حضرتك هتسيب لنا حاجه تحت الحساب والباقي فوق الحساب ان شاء الله. مفيش مشاكل. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل حضرتك. عايز اعمل حمام. عايز حمام؟ احنا فندق 5 نجوم يا فندم. ثانيه واحده حضرتك. يلا هنعمل بيبي فين؟ هنعمل بيبي في البوتي. يا استاذ يلا هوبا نطي في البوتي. هوبا نطي نطي كلبه. يلا نطي في البوتي. نطي فين يا استاذ؟ نطي هوبا نطي. انا هعمل حمام في دي؟ ما انا بعمل في دي عادي. لا انت تعمل. انا ماليش علاقه. انا دلوقتي كان معايا اطفال. عايز اجيب لهم بس تذكرتين لو في ملاهي او حاجه. في كل حاجه هنا حضرتك. حضرتك مسؤول الاطفال هناك عند مسؤول الاطفال. عند الكلب. السلام عليكم. يا ابني الثعالب. رجعوا ناو. السلام عليكم. جاب له كتر السلام. ايه المعرفه ده؟ احنا معرفه خير يعني. مش عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اسم حضرتك ايه؟ انا معاك سعيد ملاهي. عرفني؟ المهم حضرتك انا كنت عايز. اقعد يا ابني. ما تقعد يا حبيبي. هو انت في حاجه يا ابني في دماغك؟ ما تتفضل تقعد يا ابني. انت واقف ليه يا ابني؟ ليه تقعد نفسك؟ تعال تدي كف على كف. هو انا شغال عندك؟ يا ما سمح الله ما قلناش كده. بس يعني حضرتك جست غريب قوي. انت جست غريب. انا والله. المهم عايز تذكرتين. ايوه للتوتال. وانا مكتوب على اورتي التذاكر يعني ولا مكتوب على شايفني واقف بكشك يعني؟ هم قالوا لي اجي عندك لابس دوبي. انا لابس دوبي واقف افرق تذاكر.
والله هم قالوا لي اجي عندك. لا انت مش انت ما انتش فاهم حاجه. انا انت حضرتك ما انتش تفهم اي حاجه. انت لو بتفهم حاجه ما كنتش عملت الحاجات دي. لكن انت ما انتش عارف حاجه. انا انت في حاجه في مخك. لا لا عقلك ده مستحيل يكون فيه مخ. والله انا لازم امشي يا اخوان. مستحيل عقلك ده يبقى فيه مخ. مخك لو فيه عقل مستحيل. ايه ده؟ ايه جوه؟ فيه ايه؟ حلبسه؟ كم مره تيجي اقول لك اقعد وانت اهو؟ كم مره؟ كتير حضرتك. انا ابوك يا ابني. انا ابوك. عايز تذكرتين. معناش يا عم تذاكر واحنا بتوع تذاكر. هو بيكلمني كده ليه يا استاذ؟ بكلمك ازاي؟ هو بيكلمني كده ليه؟ هو ده الكمساري بتاعكم؟ ماله ده؟ معلش اسفين اسفين. خلاص يا متعدد الاسامي انت. خلاص خلاص فيها تطفش الزبون يا عم. راجل غريب يا عم. شويه معلش. معلش خلاص. انت بتفهم في الملاهي؟ تعال انا هفهم في الملاهي وانت اقف على الزفت البسين. تعال يلا ريكس يلا. هتلف وهتجيني. معلش معلش. هو طيب والله. هو طيب. معلش ما زعلتش منه. عايز ايه؟ والله طيب. عايز تذكرتين الزفت للملاهي. طب يا فندم هنجد لحضرتك تذكرتين زفت ملاهي، وفي اوبشن كمان اضافي هننزل ولاد حضرتك البسين الصبح. ايه ده؟ في بسين هنا؟ اه والله في بسين يا فندم، وفي مسؤول مخصوص للبسين. فين؟ حضرتك شايف الكلب؟ ايوه هو الكلب اللي جنبه. أوه. السلام عليكم. راو راو راو. خلاص يا ريكس سيبه. سيبه يا ريكس سيبه. اروح؟ اه قلت له سيبه. السلام عليكم. قلت له هيلف وهيجيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اتعرف بحضرتك؟ معاك عطيه مجلات. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الله يخرب بيتك يا اخي. انت هتجيب الاف ايه؟ انت مش عارف بيبيع ايه؟ هتجيب الاف ايه؟ حرام عليك. حضرتك مسؤول البسين هنا؟ ايوه. طيب انا كنت عايز انزل. ايه؟ عايز ايه؟ عايز الطفل. طب ما تقعد يا ابني. واد يا ابني. يا انا عايز افهم بيكلمني ليه وهو واقف؟ ما احنا بنقعد ما بيحصلش حاجه. انا بقعد عشان اريحك. عشان اريحك. اهو. حضرتك مسؤول البسين. يا ابني والله انا بريحك. انا عاوز ايه؟ اتفضل. يعني انت مسؤول البسين؟ ايوه انا مسؤول البسين. طيب دلوقتي انا ابني هيجي. ايوه. عايز انزله البسين. من كام لكام؟ من 6 ل 9. ايه فتره الكلب؟ يعني انا هنزل ابني مع الكلب؟ ما هو انت براحتك. يعني ما خليش الكلب يلعب عشان انت يعني تتبسط. لا 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 لا. ايه؟ لازم امشي من المكان. ايه ده؟ حرام عليك. اسفين ما صدقني. ايه الماشيه اللي انت؟ انت ابوك لواء ولا ايه؟ ايه الأمة دي؟ انت ابوك لواء؟ انتوا اتجننوا. بس فجأة يا عم بكبرياء قوي كده. في ايه يا؟ ده انا خلي الكلب ولا كاتش 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 ولا كاتش كادر في القالولو كاتش كادر في القالولو كم عدتنا؟ زباين عرة. زباين عرة. ده انت العرة. وام وماشي. يا عم يا عم وقت شغلتك تطفش الزباين ده. احنا ما صدقنا جبنا زبون يا. ده الناس مش عارفة تشتغل حاجة. ان شاء هم اللي مش عارفين. ده انت عمال تلف على الاوتيل كله يا معلم. يا ايه ده؟ انتوا عملتوا ايه في الزبون اللي كان هنا؟ ماشي خلع بنطلونه في الشارع وعمال يقول لا مش انا يا حبيبي مش انا. طفش لنا الزبون اللي حليتنا. ده دموخه قف. بس انا جبت واحد غيره. جدع يا واحد ده شكله معلم وابن ناس. طب نديله. اتفضل يا باشا. انا اللي هتصرف معاه. السلام عليكم. هروح انا بقى. اهلا وسهلا سعاده الباشا. سيادتك ده اللوكاندا اللي هتقعد فيها، ونتمنى لكم مقامة سعيدة ان شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعاملني اكن زبون. انا مش زبون. مال حضرتك مين؟ اكبر مستثمر في الشرق الاوسط. انا اللي هخلي مصر كلها تتكلم عن المكان ده. ازاي؟ ازاي ايه؟ مصر كلها تتكلم عن المكان ده. مش ده فندق؟ ايوه فندق. السياح هيجوا هنا ولا مش هيجوا؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى عشان لما يجوا في ايه؟ في ايه؟ انت لابس الحزام يدفي الركبه ولا ايه؟
اكبر مستثمر ايه والحزام ايه؟ ما هو لازم اكبر مستثمر يلبس اكبر حزام. انت جاي تظبطه على المقص. السياح هيجوا المكان ده ولا مش هيجوا المكان ده؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى لازم نسمع الكلام. حاضر. هنقول ايه بقى؟ السياح لما يجوا لازم نشربهم حمص الشام، ناكلهم ذره، نركبهم جمال. في جمال هنا؟ في جمال. مش في جمال يا اب؟ انا جمل. انا جمل. ور البيت. اهو جمل اهو. والله حلو ده. في حيوانات تانية هنا ولا مفيش؟ عندنا كل حاجة. كفاية! يا ده انت احسن واحد بتعمل حيوانات. عندنا كل حاجة سيادتك تؤمر واحنا عنينا ليك. الامر لله. احنا اهم حاجة نعمل حفلة كبيرة قوي، والحفلة دي تتصور في التلفزيون وتنزل على النت، والناس كلها تشوفها فتعجب بالمكان فتيجي فنصرف. يعني احنا نعمل حفلة ونزعها في التلفزيون وعلى الانترنت، الناس يشوف اللوكاندا يقولنا. حلوة الفكرة دي. هو ده بقى اللي هيسوق لنا للفندق. حلو. خلاص يا رجالة نعمل حفلة. احنا عندنا مشكلة واحدة بس. ايه؟ احنا معناش فلوس للحفلة دي. طيب ايه المشكلة يعني؟ ولا يهمكم. ما حكى كلتك اللي خالتك. يعني احنا اهم حاجة انا هدفع من جنيه لمليون جنيه. احنا شحاتين وبنشحت وزي الفل. هصرف زي ما اصرف، بس بعد كده الفندق ده ما يجيب فلوس بالنص. متفقين؟ متفقين. خش على الحفلة. يلا. سعيد على كل صاحب والمدام، كل سنة وانت طيب. سعيد وفيت مفيش كلام.